دلوقتي هنتعلم نعزف مقطوعة سنوات الضياع، هي على مقام الكرد. هنعزفها مقام كرد من درجة المي. هنبدأ العزف المقطوعة من نغمة فا بالإصبع الثاني على الوتر الثاني. تمام، ده مكانها. نبدأ. فا مي ري مي سي ري مي فا مي ري مي، وفي سكتة بسيطة وبكمل فا مي ري مي سي ري مي فا. إعادة تاني للموسيقى، نعيدها فا مي ري مي سي ري مي فا مي ري مي فا مي ري مي سي ري مي فا. نبدأ الغناء من نغمة مي على الوتر الثاني بالإصبع الأول، ده مكانها. مي فا صول صول فا صول فا مي فا مي. نعيد تاني. مي فا صول صول فا صول فا مي فا مي. في لزمة بسيطة ممكن نعملها، وممكن لو حد مبتدئ يستغنى عنها ويعيد تاني. اللزمة بتبدأ من مي على وتر الجواب، الوتر الأخير مي، سلم من المي لحد المي. تمام، وبعدين بنكمل. نعيد تاني الموسيقى. تمام، نكمل من نغمة مي. الجزء ده من نغمة مي مي، وبنزل على نغمة لا على الوتر اللي تحت. مي لا سي دو سي لا سي لا صول صول مي فا صول صول فا صول فا مي فا مي. نكمل من نغمة مي على الوتر الثاني، الجملة اللي بعدها. مي لا سي دي. مي لا سي دو سي لا لا صول فا مي ري. نكمل. ري صول سي لا صول فا صول فا مي فا مي. تاني الجملة دي. ري صول سي لا صول فا صول فا مي فا مي. بس كده، وبنرجع نعيد تاني من البداية. هعدها لكم تاني على بعضها.